السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب، شلونكم؟ اليوم راح نلعب لعبة جديدة توها نازلة على هي الاوبن بيتا باتل فيلد 1 الكمبيوتر مثل ما انتم الحين قاعد تشوفون. وهي تجربة أولى بالنسبة لي من ناحية الشغلات اللي حسيت فيها سلبية، مو وايد بصراحة، يعني جدا شغلات بسيطة. من ناحية السيرفرات أحس إن في شوية زحمة عليها، لأن كون كبيتة أتوقع إن فمثل ما أنت قاعد تشوف اللعبة بصراحة جدا جميلة وفيها شغلات وايد حلوة، وأنصحكم اللي ما عنده إياها أو اللي عنده على الكمبيوتر حاليا يدخل على الأوريجن، يفتح الأكاونت ينزلها على البيتا. من ناحية مثل ما تفضلت اللي فيه هو جرافيكس جدا قوي بصراحة، مثل ما انتم قاعد تشوفون 4K. شنو الشغلات اللي حسيت فيها انها مو زينة؟ والله كل شيء بعكسه، ما اشوف انه في شيء مثل مو زين. اللي قلت لكم هي مشكلة السعر. فالحين مثل ما انتم راح تشوفون اللعبة. يعطيكم العافية، لايك وسبسكرايب إن شاء الله، ونسوي فيديوهات أكثر على اللي هي راح نسوي فيديوهات أكثر إن شاء الله في المستقبل في اللعبة إن شاء الله حق الباتل فيلد 1. سبسكرايب ولايك وشوفوا إن شاء الله في فيديوهات أكثر. Bomba gidiyor. Coordinates have been sent to our artillery. Objective apples. Lost objective apples. Oh,
armed objective butter. We have defused objective butter. Objective.